سادة المشاهدين، رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير وإن شاء الله فطرتوا طيبين. حلقتنا الليلة من ستة ويك حقيقي حلقة شوية خطيرة وحلقة مهمة. أنا عايز عدد كبير جدا من أولياء الأمور احضروها، خليكم معي ولازم تحضروني. انت يا ولدي علاء مالك، شكلك ما بشتنك، انت ما بتاكل ولا شو؟ باكل. طيب مالك ضايع؟ امبارح كنت وين بالليل؟ قاعد مع صحباني. صحبانك ناس منو؟ ناس محمد وخالد، دول كلهم فيشنا. يا خالد ده انا والله ما درت الولد ده، ما تباري وزاته بقى فيك يا فاكر وكملان. والله انت ولد الزمن تعرف ما قاعدين تاكلوا. طيب نحن زمان تعرف اول حاجه دي الحلبه، نضرب من الحلبة دي البلح. لكن انتوا ايش تاكلوا لكم بوش؟ مرة تاكلوا لكم شنو؟ ما غايتوا عشان كده كملتوا من لحم الدنيا. ها؟ قالوا قوم شيل لي مويه قوم. ما ماشي يا ابويا، ضحكت انا صح. اصلهم كده، اصلهم كده الاولاد دي. اصلهم كده، وكم بس السهر. السهر ده بعزمهم. ضعاف يا ربي الوداء يكون من طعام. يا ولد يا ولد، حلاك الله. شو الولد ده؟ اشوف هذا والله لما نصل العمر ده ما بيسمعوا. الولد ده يكون بحب. الله ياخذ العمر ده ذاته كلنا حبينا يكون حب، حب ساي لانه وش مليان حبوب. ولا يكون بالو ود احمد ده؟ ود احمد ده والله من راسه قليل ده، انا ما عاجبني. لكن والله هو الحب الولد ضعيف ضعفة حب والله العظيم. السادة أولياء الأمور، المخدرات اجتاحت الشباب بشكل كبير جدا، وأنا متأكد أنتوا قاعد تسمعوا الكلام ده كثير، إن المخدرات انتشرت، الشباب ديل بيقوا يتعاطوا مخدرات بيقوا كده. لكن الليلة أنا جاي أكلمك عديل، كلام عديل. هل تعلم إنه في بيوتنا، في كل البيوت وفي أغلب البيوت في مدمنين، سواء كان مدمنين مخدرات، سواء كان مدمنين سجائر العادي ده، سواء كان مدمنين التمباك، سواء كان مدمنين خمور وكحول. حقيقة الموضوع كبير وخطير وما موضوع بعد المويات، لكن للأسف مهم جدا ولازم نقوله تحديدا في رمضان. في شباب كثير جدا قاعد يجنحوا لاستخدام المخدرات. المخدرات حاجة كعبة شديد وحاجة خطر شديد، وقاعد تقتل في أولادكم وفي بناتكم، وانتوا شايفين وما عارفين انه ديل بيعملوا في شنو. انتوا بتلقوه هلكان فتران تعبان، ما عارفين الحاصل على شنو. الشباب ديل بيضعاتوا حاجة اسمها الآيس. تعرفوا الآيس؟ الآيس ده مخدر انتشر شديد جدا في السودان، وللأسف هو قاتل، قاتل تماما وفتاك تماما وغالي جدا
والاولاد ديل بيعملوا حاجات كثيره جدا عشان يلقوا قروش وتحصلوا عليه، وادمانه سريع جدا وبدمرهم تماما، بدمر ذاكرتهم وبدمر تركيزهم وبدمر مستقبلهم وبدمركم انتوا ذاتكم. لذلك انا قلت الحلقه دي مهمه شديد جدا، الامهات يتفقدوا بناتكم، ابوات يتفقدوا اولادكم، الاثنين يتفقدوا من المدمن في البيت. ما لهم ضعفوا كده الشباب ديل؟ ما لهم ما بياكلوا؟ ليه نفسهم مقفوله؟ ليه متوحدين؟ ليه زهجانين طوالي وعايزين يشاكلوا؟ ليه هم زي اللي عايشين في عالم تاني؟ اقعدوا معاهم، تونسوا معاهم، شوفوهم، اقروا، خشوا الانترنت، اكتب عن الايس، شوفوا علاماته، علامات ادمانه، اكتب عن كل المخدرات، شوفوا علامات ادمانه، يتونسوا معاهم، مع الاولاد ديل، مع بناتكم، صاحبوهم، افتحوا لهم قلوبكم عشان تعرفوا هم مدمنين شنو. معلش الحلقه شويه صعبه، لكن ضروري كان نتكلم عن الكلام ده عشان ما دارنا نفقدهم، ما دارنا نفقد شباب تاني، ما دارنا نفقدهم بالمخدرات، ما دارنا نفقدهم بالغربه والابتعاد عنهم. هم حلوين وظريفين، لكن للاسف يتلقوا في زمن يتوجد فيه الايس. الله يكفينا ويكفي عيالنا واولادنا وبناتنا شر المخدرات. معلش الحلقه شويه الايس والمخدرات وكذا. يلا السلام عليكم، ابقوا عافيه. انا عاوز شيك سبير.